تسعود وكنساليو مع 11 صباح. يعني الوقت زوين كنتقاسموه معكم مع مجموعه من الفقرات اللي دائما تنختاروها بعنايه باش كنقلوا لكم الفائده والمعلومه لكل المستمعين ديالنا العزاز والغاليين، كيف ما كانت الاحتياجات والاعمار، خصوصا اولى فقرتنا اللي كنفتتحوا بها واللي هي عالم الامومه الجميل. مره اخرى تحيه للقطات الصغيرين، الكتاكيت، البراعم، سميهم كيف ما بغيتوا، فقبل مني لكل ام خصوصا اللي يعني يلاه بعد تجربه الامومه كتكتشف هذا العالم الخفي اللي فيه بزاف ديال الامور، فتحيه كبيره لكم. ومره اخرى تنتمنى يا ربي الله يفرح الجميع. اختارينا صراحه اليوم موضوع عنده علاقه غنقولوا مشكل جلدي، غنقولوا ما عرفتش هو مشكل ولا غير علامه من العلامات اللي كتظهر على الاطفال. كنعرفوا عند الراشدين، عند البالغين اللي هي الخاله، الشامه، سميوها كيف بغيتوا، ولكن عند الاطفال قليل في كنلقاو هذه المساله هذه. ولكن ما كتكون اكيد اشكالها كتاخذ انواع مختلفه، الوان مختلفه، وبطبيعة الحال حتى القلق والترقب ديال اولياء الامور كيكون مختلف. كاين الام كتفهم كتاخذها عادي ما كاينش مشكل، وكاين بعض الامهات اللي كتكون ديما متوتره ومخلوعه، خصوصا دابا حنا كيف قلنا مقبلين على شهور ديال الصيف، تعرض لاشعه الشمس ومع البرونزاج هل يشكل خطر او قلق؟ امتى خصنا نديروا التشخيص؟ امتى ناخذوا الامور عاديه؟ مش انا اللي غنجاوبكم. دكتور نادي رضوان، طبيبه مختصه في طب الجلد، اكيد مشكوره على حضورها معنا، توحشناها صراحه، هذه مده ما جات عندنا. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك سميه، مرحبا بجميع المستمعين والمستمعات الكريمات. في الحقيقه هذا الموضوع جاء من بعد ما كنا درنا الوحمه عند الاطفال، دونك فجاء الوقت والدور ديال الخيلان عند الاطفال وعند الرضع كذلك. دونك الخيلان ولا الشامه ولا كنقولوا الوحمه الميلانيه، يعني اللي فيها اللون السمر، اللون البني، اللون القهوي ولا اللون الكحل، فهما شي حوايج اللي كنشوفوهم دائما عند الاطفال ديالنا دائما. شنو هما، شنو هي هاد الخاله، شنو الخاله، واش كتختلف عند الشخص البالغ والشخص الطفل؟ كنعرفوا بان معروف عندنا وكلشي الناس دابا ولاو تعرفوا بان الخيلان كاين بين قوسين بحال شي واحد الشكل ديال مثلا خلايا سرطانيه راكده، ومن بعد غادي تفيق في واحد النهار ولا شي حاجه، وكنبقاو رادين اللي بها البال وخصنا نشوفوها. هذا واش نفس القضيه عند الاطفال البالغ بحالهم عند الاطفال ولا لا؟ هاد الشيء كامل شنو هما النصائح، فوقاش الامهات خاصهم ولا الاباء خاصهم يقلقوا ويديو ولدهم عند الاستشاري، وفوقاش كلشي مزيان ما كاين حتى مشكل، وشنو النصائح اللي ممكن نديروها خصوصا حنا مقبلين على الفتره على الصيف، وكان كلشي كيخرج وكلشي كيمشي للبحر ولا يمشي لابيسين ايتترا. دونك نعرفوا النصائح. اول حاجه نبداو بعدا شنو هي هاد الخاله، شنو هاد الشامه. هاد الخاله هما واحد، الا بغينا ما نبغيوش نقولوا، واحد تشوه خلقي للخلايا اللونيه، وكتعطينا واحد الورم حميد. دونك هذوك الخالات اللي كنشوفوا هو ورم حميد. غير حنا كنفرقوا بين جوج حوايج، شنو نفرقوا بين الخاله الخلقيه، الشامه الخلقيه، والشامه اللي كتجي من بعد. دونك شنو الشامه الخلقيه؟ الشامه الخلقيه هي اللي يا اما كتخلق مع الرضيع، اون فوا كيتزاد كتبان لينا ها هي الشامه حاضره، تقدر تكون واحد، تقدر تكون جوج، تقدر تكون بزاف، تقدر تكون صغيره متوسطه ولا كبيره كنسميوها حنا عملاقه. دونك هادو كلهم كاينين، تقدر تبان لينا في الشهور، في السيمانات الاولين ولا في الشهور الاولين، وهادو دائما كيبقاو في اطار الشامه الخلقيه. وكاين الشامه اللي كتجي من بعد وهي اللي كتجي في الطور الطفل عند الطفل او المراهق في الفترة المراهقة. دونك يبدينا بالشامة الخلقية. دونك الشامة الخلقية كيف ما قلت في الأول، فما عندنا فيها بزاف الأنواع أو بزاف القياسات. دونك القياس الأول وهو اللي كيكون قل من واحد سنتيم. دونك هذاك اللي قل من واحد سنتيم باش نقوله ما فيه حتى مشكل، ما عندنا فيه حتى مشكل، يعني وحدة جوج ما كاين حتى مشكل عند الطفل، عند المراهق، من بعد الى على حساب التعرض ديال الطفل لهذاك الشيء هو اللي غادي نهضروا عنده. هاد الشامه اللي كانت من الصغر ولات لعند البالغ، اللي كنهضروا من بعد عند البالغ اشنو ممكن تقدر دير. اما في الفتره ديال الطفوله والفتره ديال المراهقه فما تحدث اي شيء، ما كاين حتى مشكل. داكوغ، الوغ نشوفوا المتوسطه. المتوسطه هي اللي كتمشي بين 1 سنتيم حتى لكاع 19 سنتيم، زعما تبارك الله راه تقدر تكون كبيره بيه. غالبا تكون وحيده، ما كيكونوش بزاف، تقدر تكون دايرين بها، ولكن ملي كنقلبوا الجسم كامل والجلد كامل كنلقاو وحده جوج ثلاثه اخرين صغيورين. وتا هي هذه ام جينيرال تا هي ما كتخليناش نخافوا ولا تنتخلعوا ولا شي حاجه، خصوصا ملي ما كتكونش في المناطق البارزه، في المناطق اللي باينه مثلا الوجه ولا شي بلايص اخرين. دونك المشكل فين تيكون سورتو في الشامه الكبيره ولا الشامه العملاقه. ملي كنقولوا شامه عملاقه
فالاباء اللي فات عندهم هادشي هما اللي كيعرفوها مزيان وتيفهموها مزيان وتعرفوا شنو هي، لانها كتكون فريمون اللي كنقولوا عملاقه، كتكون بحال مثلا شكل شورت ملبوس، يعني شاده مثلا في الفخذين بجوج في المنطقه التناسليه في العفاس اتسيتيرا، ممكن تكون على شكل انتي شارت، ممكن تكون على شكل في الوجه، فهمتي، شاده في الوجه، دونك تكون في واحد البلايص اللي باينين بزاف، وغالبا هاد الوليدات كتكون فيهم فوق منها الوبر، فوق منها الزغب، تكون مزغبه، فهمتي، وممكن تكون كاع شاده في الجسم، كيكون في اختلاف بينها وبين التوحيمه في الجسم، تكون في الجسم كامل. انا دابا تنهضروا دائما على اللون اللي تيكون بني قهوي ولا غادي الكحل، دونك اللون ديال هاد الشامه ماشي بالضروره تكون متجانسه في اللون، عندها لون واحد، يقدر يكون بزاف الالوان عندها، يقدروا يكونوا الالوان كاملين داين، يقدر يكون واحد اللون طالع عليها بحال هو زهري وردي، ويقدر يكون عاوتاني واحد اللون اللي طالع بحال انه حمامر واحد شويه، هي كتكون كحله وداك الشيء، ولكن طالع واحد اللونين خفيف كيبان لك راه شاد بشويه الحموريه. دونك هاد الخالات اللي كيخليونا نقلبوا ونمشيو نشوفوا نقلبوا شنو المشكل، واش كاين مشكل ولا شي حاجه، فهو هاد الناس اللي عندهم هاد الوليدات اللي تيخلقوا بهاد الشامات العملاقه، فهادو ولا بد يمشي زعما الام او الاب يديو الوليد ديالهم عند الطبيب، لانه ولا بد خصو يفحص هاد الوليد، ومن يفحصو يشوف اشنو كاين وشنو، وتيفسر هذيك الساعات نقوموا بالتفسير للامهات كيفاش غادي نديروا، واش ممكن، حيت بعض المرات كيكون ديجا بعدا تجميليا ماشي زوين، دونك الامهات يكونوا ديجا بعدا مخلوعين، واش هادشي يحيد، كيفاش غادي نديروا ليه، واش غادي نحيدوه واش ما نحيدوش، دونك كاين بزاف الحوايج. دونك هادو هما الوحيدين كيف ما قلت اللي ممكن يدير لنا في المستقبل، هو يعني سرطان جلدي، والسرطان الجلدي هو النوع الميلانوما اللي معروف. دونك حاجه وحده اللي غنبغي نعاود نقولها عاوتاني، هو شحال هادي كنا كنقولوا تقريبا بان هاد الشامات الكبار كيتوجهوا لنا السرطان الميلانوما، من الحمد لله دابا بالدراسات الحديثه فكيبين بان فريمون هاد الكبار راه ماشي كلهم تيمشيو، واحد النسبه قليله بزاف اللي كتحول لنا الى ميلانوما، دونك يعني تنكونوا هكا كنهدؤوا من الوالدين وتنقول لهم الحمد لله راه تقريبا جميع الخيلان صغيره ولا كبيره راه تقريبا كدوز يعني دوزا بسلام، ولكن كنبقاو الاحتياط، لهما نمشيو بالافراط ولا بالتفريط، ماشي نقولوا كلشي فحال بحال، لا نمشيو مي هما غالبا كلشي كيدوز في امان الله. طيب دكتور، مشكوره على التوضيح ومشكوره على اختيار الموضوع صراحه، باش نوهو نعطيو اهتمام كبير، وحتى ديك كثرت الوسواس بزاف عند بعض الامهات كياخذوها محمل لانه خاصها تلقى حل او خاصها تحيدها باي طريقه. فهنا غادي نحاولوا نهضروا في واحد الشق اخر من حديثنا، امتى غنحيدوا امتى ما نحيدوش. بعدا نهضروا على الشامه في حد ذاتها او الخاله او الزبيبه، يعني سبب ظهورها علاش كتبان؟ الوغ في الحقيقه السبب الظهور ديال الشامه ما عندناش واحد السبب اللي هو دقيق جدا، ولكن حنا تندخلوا هادشي كامل في الوراثه، وتنقولوا غالبا هو الوراثه واحد الطفره جينيه اللي كتكون سواء كتكون عند الاباء ولا كاينه في التاريخ العائلي وكتبقى تستمر، وغالبا الاباء اللي تيكون فيهم الخيلان فالوليدات ديالهم كيتولدوا فيهم خيلان وحده ولا جوج، تيتولدوا فيهم الخيلان، مي شي سبب رئيسي علاش كتكون الخاله ف طيب حنا غادي نهضروا كذلك. قلتي كاين جوج الانواع، النوع الخلقي اللي كيتزاد مع الوليد، وكاين حتى بعد مرور فتره معينه خصوصا في النمو ديالو عاد كتبدا تظهر هذه الخلان. هنا ملي كتبدا تظهر مثلا مره شفتها انايا في عين، مره شفتها في رجيله، مره شفتها في ظهير، نخاف نقول شنو السبب ولا عادي ناخذوه بمساله عاديه؟ هو يعني حنا دائما ملي كنهضروا على الخلان وكنهضروا على العوامل تاع الخطر فهما متعددين. اول عامل خطر اللي كنهضروا عليه دائما وهو المساحه ديالها، قد ما المساحه كانت كبيره وتنهضر لا من غير عوامل الخطر، يعني ملي كتبدا تظهر واش في منتظر انه غيظهروا خلان اخرين من طبيعه الحال ياك، ولا غنقول صافي راه هادو لا ما كاينش هادشي، لان كي كنعرفوا بان عند الناس البالغين فممكن كيجي عندك يقول لك هاد الخاله عمرها ما كانت، في اي وقت يقدروا يظهروا ثاني خلان اخرين. الخلان فهو من يعني كيما طفرات جلديه كتقدر يكون كنقولوا حنايا مكتسبه ولا خلقيه، دونك ممكن كيكونوا على مر الزمن، مع العلم ان المكتسبه اون جينيرال ما كدير حتى حاجه، والمكتسبه كتكون من يعني الاكثريه فوق 20 الفوق.
يعني فوق 20 عام الفوق كتكون المكتسبات، وتنعرفوا بان الخاله المكتسبه ما فيهاش المشاكل بزاف بارابور على الخاله الخلقيه. الخاله الخلقيه حيت الخيلان ملي كنقولوا ملي كنشوفوا حنا اللون هو الكحل، ماشي كلهم كيتصنفوا في نفس راه ممكن يكون عندنا الخليه الميلانينيه هي اللي كاينه وممكن تكون حاطه غير اللون. دونك هنا بعد اصلا اختلاف، يعني فاش كتكون خليه يعني خليه حيه تقدر تقدر تتحول الى حاجه اخرى، تقدر السوميلتيبلي زعما تتكاثر وتقدر تحيد على المسار ديالها، ولكن فاش يكون عندنا غير اللون اللي محطوط حاجه اخرى. دونك هنا اصلا يعني كاينه واحد لا ديفيرونس. الخيلان امتى حنا كنتخلعوا منهم؟ فاش كيكونوا بزاف، ملي كنقولوا بزاف فهي كتكون لو نومبر العدد ديالهم تيفوق واحد 50 خاله. دونك هذيك الساعه ثاني كنخافوا من واحد المرض ديال الورم يعني الخبيث عند الأطفال اللي يقدر يكون فيه بزاف، وهاد 50 يعني كلهم هما حالات اللي ماشي كثيره واللي ماشي كنشوفوها بزاف. طيب دكتور، نذكر فقط غير بأرقام ستاندار المستمعين الأمهات أولياء أمور اللي كيهمكم الموضوع، إلى أحد وليداتكم عنده هذه المسألة وخايفين شاكين بغيتوا تطمئنوا، ترشدكم دكتور نادية رضوان مشكورة دكتور مختصة في طب الجلد. اليوم اختارينا الشامة أو الخالة أو الزبيبة على حسب كيف ما كنسميوها عند الأطفال، سر الاختلاف واش ناخدوها بمحمل الجد كيف ما البالغين كنقولوا خصنا نراقبوا، أو الأطفال كنقولوا ما فين ومحميين وما كاين حتى مشكل. هنا اكيد غادي نحاولوا نفصلوا في هذا الموضوع. دواعي القلق، مزيان هذه النقطه هذه من اللي غادي نشيروا لها دكتور، لان هذا هو صلب الموضوع. يعني دواعي القلق الشامه كتختلف حجما لونا شكلا تموضعا فين كتجي، فبالتالي شنو هي الحالات اللي نقدروا نغدو فيها البصر ماشي مشكل، والامور اللي لا خصنا نراقبوا وديما عينينا عليها ونشوفوا شنو كاين. الوغ اول حاجه فاش كنقولوا العوامل ديال الخطر، العوامل الخطر هما كاينين، كنبداو دائما كيف ما قلت لك بالعامل ديال المساحه اللي كاين فيها هاد اللي كاين فيها هاد الخاله. فقد ما كانت المساحه كبيره بزاف فايت 20 فقد ما كتستدعي لنا نمشيو عند الطبيب، لان حنا الهدف ديالنا هو نمشيو عند الطبيب، اما الطبيب هو اللي غادي يقول واش هادشي شي حاجه اللي سهله ولا شي حاجه اللي خصها المتابعه. دونك هذه هي الاولى. الحاله الثانيه وهو فاش كيكون عندنا تاريخ اسري، تاريخ عائلي بالميلانوما. ملي كنهضروا على الميلانوما هو الكونسيرت الجلد هذاك الاسود اللي معروف. دونك ملي كيكون عندنا واحد التاريخ عائلي الميلانوما ولا بد كان إذا كانت عندنا وحده ولا جوج ولا موين هذيك اللي كنقولوا المتوسطه فهي تنخافوا لان عندنا التاريخ العائلي. دونك ما يمكنش نميكوا عليه مثلا واحد اللي ما عمره ما كان عنده واحد التاريخ العائلي. ثالث حاجه وهي العدد ديالها، العدد ديالها كيف ما قلت دابا الا كانت فيتها 50 فيتها 100 مشكله. دونك عندنا شي حاجه كيكلو شي حاجه ماشي هي هذيك، راه بحال هاد الخلايا الميلانينيه دايره واحد مثلا بحال كي كنقولوا باينه فواحد شي حرب وخارجه بزاف. دونك راه كاينه هي كلكو شوز كيكلوش الفو فيغيفي. ثالث حاجه وهي الموضع. دونك غير هاد الموضع تيختلف شويه عند الاطفال، حيت الاطفال فاش كيكون الموضع بلاصه اللي هي باينه بلاصه الوجه مشكل، كيكون مشكل تجميلي اكثر من مشكل انه يعني كاين مشكل كي كنقولوا لها البرونوستيك فونكسيونيل. ما كاينش هذاك البرونوستيك الوظيفي ولكن راه كاين تجميلي هو اللي ماشي مزيان. ثالثا الحاجه اللي كنقولوها بحال دابا حنا في الموضع بلاصه الاحتكاك فاش كتكون عند البالغين كنعرفوا بانه ما يمكنش تبقى، لان تنقولوا باننا كنبداو نديروا لها ان تروماتيزم متكرر، وهذا لو تروماتيزم المتكرر كيدير لنا مشاكل. دونك هذا الشيء كامل هما العوامل الخطر. كاين حاجه اخرى عاوتاني عند الوليدات كنزيدوا العوامل الخطر في راحه اليدين. الوغ راحه اليدين وفي الركيبات، حيت كنعرفوا هاد البلاصه فين كيتمشاو الوليدات. دونك تيدخل من العوامل الخطر واللي خصنا نبقاو نردوا البال. غير واحد بين قوسين هاد الشامات خاصهم يعرفوا الناس بان ما تتكونش غير في الجلده ولكن تقدر تكون في المخاطات الاغشيه المخاطيه، وتقدر تكون في العين في العين في البياض العين، وكتقدر الحمر الرقيقه في الاغشيه المخاطيه هي الحمر الرقيق يا اما في الفم يا اما في المناطق التناسليه. الوغ هنا شنو عاوتاني خصنا نردوا البال؟ نفس القضيه، نفس الحاجه. دكتور غادي نمشيو ناخذوا مكالمه معنا قاره من هواران، نسمعوا السؤال ديالو ومن بعد نكملوا عاوتاني. سي قاره السلام عليكم. الو السلام عليكم استاذه سميه، صباح الخير. صباح الخير دكتوره اللي معاك. مرحبا بك. وتحياتي للاستاذ عبد العزيز كرومي. مرحبا بك سي قاره. وتحياتي لك بزاف بزاف، احسن برنامج واحسن مواضيع كتجيبي لنا
المواضيع كديرهم بالابتسامه. ربي يخليك السي قرر، مرحبا بك، تفضل. دواجي الاغلبيه جاوا من القنوات الاخرى وكيصنتوا لك، انه هو كتعطي التفسير تبارك الله عليك بالمواضيع اللي كتجيبي لينا. الله يكبر بك السي قرر، شكرا لك. باش نجح البرنامج 100%، وتحياتي لك بزاف بزاف. مرحبا بك السي قرر، مرحبا بك، تفضل. شو السؤال اختي؟ عندي واحد مدخلة، واحد الطفل عنده 13 عام وفيه واحد الخالة في الرقبة ديالو، في الرقبة ديالو 13 عام اللي عنده. هاد الخالة اللون ديالها كي داير؟ اللون ديالها كحل. كحل اكزاكتومون، صغيورة. اي وحدة صغيورة، مايلة الزروق هي، مايلة الكحولة بزاف، طاشة كبيرة. كحلة بزاف، كحلة بزاف. وصغيورة؟ وصغيورة. ويمكن لي تنتكلم تاع الجوجة ديالها دروكا كبيرة، وعندها وحدة في الشنوفة ديالها كبيرة وكحلة. داكوغ، هادو هما المداخلات عندي، وتحياتك بزاف بزاف حتى للدكتوره حتى هي اللي معاك. يلا سير الله يسلمك. شكرا لك سي قرر، اكيد ننتظر الجواب، غتجاوبك الدكتور ناديه ان شاء الله. مشكور. فكرني في العمر ديال الوليد ديالي. مازال معنا سي قرر؟ قطع الاتصال. نسولو غير العمر ديال الوليد. هو ماشي مشكل، هو الولد يعني صافي تقوى، راه مازال طفل 13 عام. 13 عام داكوغ تري بيان. دونك الولد عنده 13 عام، دونك 13 عام هي المرحلة ديال المراهقة. أهم حاجة فيه كاملة، إلا كان حد قال لك في القفة ديالو، دونك خصنا نعرف هو جات في بلاصة الشعر ولا ما داش في بلاصة الشعر. دونك إلا داز في بلاصة الشعر خصنا نقول له ينتبه مزيان الحسانة. أيه. الحسانة اللي خصو ينتبه ليها، إلا كانت شوية بعيدة ينتبه في الحمام، باسكو الحمام وحنا عندنا الكيس المغربي وتنحكوه وداك الشيء. دونك ينتبه جوج بلايص فين خصو ينتبه، دونك ينتبه في الحسانة فاش كيحلق الشعر ديالو، كينتبه في هذا. زائد حاجه اخرى عاوتاني، ولا بد في الشميشه، لان كيف ما غادي نفسر عاوتاني من بعد، بان هذوك الناس اللي كيديروا لي ميلانوم ادولت كيكونوا هما الناس نفسهم اللي كانوا اطفال وكان عندهم واحد الخالات وكانت كيصيبهم ضربات الشمس. دونك في المرحله الاوليه تعرض في الرضاعه وفي المراهقه، واخا كيتعرضوا لهاد ضربات الشمس ما كيحدش تغيير، ولكن هاد ضربات الشمس المام هي اللي كتسبب لنا مشاكل اخرى من بعد فاش كيولي بالغ. لذلك ثلاثه لي كونساي، وهما التعرض للشمس وخصو دائما يكون حازم في هذه القضيه، سورتو ان الرقبه يعني ما كنحسوش بها، واحد ملي كيكون شطريق ولا شي حاجه فالشميشه جاي كضرب فيها. ثاني سورتو الا كانت مغطيه بالشعر ماشي مشكل، ولكن غادي يرد البال خصوصا فاش في الحلق تاع الشعر ديالو ولا في القمر. دونك هادو اهم حاجه. واخ دكتور ناديه مشكور على الجواب، حنا غادي نمشيو نكملوا حديثنا. دواعي القلق بالنسبه للشمات عند الاطفال، يعني هذا موضوعنا اليوم غادي نركزوا عليه، خصوصا فين كاين دواعي قلق وخطر. تغيير اللون، افتراضا انه الام مثلا شافت اللون ديال الشمه في البدايه كان لون، ولكن مع مرور الوقت والوليد كيكبر الشمه كتغير في اللون او كتزاد في الحجم، او بعض المرات كيوقع لها نزيف خليتها في الاحتكاك او الحكان او الا جات في شي موضع ماشي هو هذاك، هل هذا الشيء يستدعي القلق؟ نمشيو نقلبوا نشوفوا او نقولوا نعتبروا الامر طبيعي عادي؟ هو خلافا للناس البالغين فعند الاطفال ما كاينش مشاكل بزاف، لانه هو الطفل تنقولوا الرضيع، فهو هذيك الساعه في فتره النمو كيتبدل، هو كامل كيتبدل. دونك سي تو في نورمال فين هي كتبدل ما كتعطيناش موضع القلق، حيت ملي كنقول انا عندي موضع القلق يعني خاصو تبقى هاد الطفل يمشي عند طبيب الجلد بشكل دوري بحال البالغين. يعني البالغ فاش كنجيو كنقلب له الخيلان ديالو عنده فكنقول له اوجوردي ما كاين والو، ولكن من بعد خاصك تجي من هنا 6 شهور نعاود نفيغيفيهم لك. مي عند الطفل لا، دونك اون فوا كنحيد عوامل الخطر من النهار الاول ما كايناش هادي، ما كايناش هادي، ما كاينش كاع هذوك العوامل الخطر اللي قلنا، فما كنبقاوش نقولوا ليه، خاصو يبقى يجي في في في, في هدف الى 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 طلع الى هذا طلع ليه الى كبرات في الحجم ولا تبدلات ولا شي حاجه، لان هذا سنه الحياه انه هو غادي تيكبر وتتبدل. دونك هذا هو لا ديفيرونس بين لادولت وبين لونفون حتى لادوليسونس. كاين دراسات اللي كتقول بان يعني لادوليسون بحال البالغ، كنشدو لو تريت بحال البالغ، ولكن كاين اللي كيشد لادوليسونس كيخليها مع الاطفال، لان سورتو حيت عندنا كاين واحد لي نيفوس اللي كيتاثروا شويه بالهرمونات. دونك نتسناو الولد تيكبر ونقدروا هذيك الساعه نحتموا عليه هاد الشده. واخا الله يحفظ مثلا وقع خليتها نزيف تجرحات ما كيكونش مشكل اون جينيرال، ما كيكونش اييه عند الحق لا مامو انها تقلق ولا شي حاجه الا كاع مشات عند الطبيب، ولكن اون فوا راه يشوفها ويقلبها بين قوسين كنقدموا بجهاز التغمس. دونك لو ديغموسكوب تقريبا حاضر عند جميع الاطباء الجلديه. شحال هادي كنا
ملي كنخلعوا خصنا ولا بد الخزعه الجلديه كنحيدوا. مي حاليا دابا ما عندناش هذا المشكل في الدغموسكوب. وبين قوسين الدغموسكوب عاوتاني عندنا واحد دوره تدريبيه تكوينيه في 11 شهر يونيو، فكنطرقوا عاوتاني الجميع اشنو فين كيفاش كيفيدنا الدغموسكوب في الحياه شويه ولا هو يومية. واكم ديال السوق تطور دائما داكشي بطبيعه الحال ضروري. طيب الا جا مثلا في شي موضع العين افتراضا ملتحمه نخافوا نقلقوا الخصيه عاوتاني عند الطفل ما كنخافوش ولكن عندنا المشكل التجميلي نقدروا نهضروا عليه من بعد. واخا طيب احنا معكم راه الاشاره. مرحبا بكم، مرحبا بجميع المكالمات ديالكم. فغادي نمشيو ناخذوا سيده فاطمه نشوفوا السؤال ديالها حتى هي. مرحبا بك فاطمه. سيده فاطمه مرحبا. لالا سمية كي دايره؟ لالا صباح الخير. لالا لاباس عليك؟ صباح الخير الله يكبر بك ويعطيك لك الله ينورك. لالا ومرحبا بالناس وطات الحاج، مرحبا بك. بارك الله فيك يا اختك حبيبتي. الله يبارك فيك لالا. واحد البنت اللي عطاتك ما كتمناي كانت حملات واللي حملات داك الشقاق اللي كيطحنهم في الكرش. اييه. منو خرجت واحد الحيمه. خرجت ديك الحيمه دابا 20 عام. اييه. زعما اليوم 20 عام باش داز هادشي اللي كنقول لك. ايه. بحال عندك التويليله دوك الزوائد. اها. وبقات لها جايه فهاد الفران ديال الرجل. داكا فين بلاصه بالضبط؟ فين؟ في الفران. الساق. الفران ديال الرجل. شنو الفران ديال الرجل؟ ما عرفناش يا فاطمه فين جات فينا شنو بلاصه؟ تحت السره. تحت السره. داكا واخا. جنب ذاك الفران ديال الرجل. اه صافي دابا فهمت. تحت السره تكون تما في الثنيه. اللغه ديالنا حبيبتي ما ماشي بحال لغتكم. ماشي مشكله لا عفوا عفوا ولا بدا ولا بدا. حبيبتي يعطيك ما كتمناي لا ويكبر بكم لا انت لا الطبيبه لا الاذاعه تبارك الله تعلمنا منها ماشي دق. مرحبا. ايوا بقات لها هي كاينه دابا معاك كتجلس حتى الطواليط وهذا كتقيسها. بحال الا مرضت لها بقات كتسيل لها شويه بالدم واش ما كاين مشكل. شدها غير واحد الشعيره اللي شدها. داكو صافي نجاوبك ان شاء الله. جاوبك لاله فاطمه. صافي لاله فاطمه على الراس والعين. مرحبا بك. مرحبا بك. ما كتمناني ديك الفيديو. انا عيطت على واحد الولد كنخدم معايا كيديري داكشي راني سيزي. وي. قلت واش حيدانا وجابكم الله يشاوركم بعدا. مرحبا مرحبا. غادي يطمنك ان شاء الله دكتور ناديه. نهارك مبروك فاطمه حبيبتي وشكرا لك على المكالمه وسلامي الناس ديال وطات الحاج. وغادي نبقاو في اقليم فاس تخيلي ما غاديش نبعدوا بزاف. مرحبا. اقليم بولمان تحديدا غادي نمشيو لميسور. سي العربي السلام عليكم. لالا سمية تحياتي ليك. اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ كيفاش لالا سمية لاباس عليك؟ الحمد لله. سي العربي العائله صحيحه؟ الله يطول عمرك. مرحبا. الله يبارك فيك لالا سمية. صحات ميسور هذا الصباح. تحياتي للدكتوره اللي معاك. مرحبا. الله يبارك فيك. كاين شي غربي كاين شي بريد خفيف؟ عبد العزيز الكروي وتحياتي للسيده اللي جارتي اللي هذا اسمه كاتب. جارتي. ما بعيداش بزاف وطات الحاج ياك سي العربي؟ لا بعيده ب 648 كيلومتر. ايوا قريبه جيران جيران. جيران احنا جيران. الحمد لله. ايوا كاين شي بريده الصباح كاين شي خير؟ لا الصباح كاين شويه ديال الشمس. كاين الشمس. ايوا الحمد لله. ايوا الحمد لله اللي جا في وقته ما يتلامس العربي. مرحبا. في وقته ما يتلامس العربي. هادشي اللي كاين. احنا ماشي مسيرين، احنا ماشي مخيرين، احنا مسيرين. الحمد لله. الحمد لله. سبحانه وتعالى. اللي جات من عند الله مرحبا بها السي العربي. اللي جات من عند مولانا مرحبا بها. تفضل اخويا العربي السؤال ديالك دكتور هي معك. انا دابا في عمري 61 عام. مرحبا. الله يبارك. وعندي الله يبارك فيك لالا وعندي واحد هذا الخالط علاش كتهضروا؟ انا خالقين معايا. عندي في الوجه ديالي ثلاثة. ايه. واحدة اللي جات عندي في الحنك. واحد المرة جات نحسن هكذا وجرحتها قسمتها على جوج. وملي هكذاك خفت لها عندك هذيك العربية يكون مشيت للدكتور. هذاك الدكتور قال لي خصك تفتح عليها هذه ربما تديك شي حاجة ولا هذا. وي. قال لي خصك تفتح عليها ملي جرحتيها وهذا. ولكن اختي فتحت عاوتاني على دكتوره وصدق شي حاجه اخرى عاوتاني هي باقي مجروحه تقريبا هذه الهضره اللي كنهضر لك عليها فاش راه الدكتور علينا 20 عام دابا ولا اكثر. والحمد لله باقا لك مزيانه ما كتزيد لا والو غير. ايوا صافي مزيان من الخير. ما كنقيسهاش وصافي. من الخير من الخير. ماشي كبيره بزاف ولا ملي كتقيسها ما كتبقاش باينه كاع. داكوغ. وما كل حل ما كيتبدلوا ما كيتغيروا. ايوا مزيان الحمد لله من الخير. من الخير. الله يرحم والديك. من خير السي العربي من الخير. دكتوره بارك الله فيكم تحياتي لكم
وتحياتي لهذه الاذاعه المحبوبه ام اف ام. مرحبا سيدي، هذا واجب اخويا العربي، وانتم جزء من هذه الاذاعه جميله اللي كتربطنا دائما علاقه الصداقه والمحبه بيناتنا الحمد لله. دكتور ناديه، نجابوا فاطمه ونجابوا سي العربي. دكتور فاطمه كانت هضرات لينا على الزوائد الجلديه اللي جات من بعد الحماله في جاتها خصوصا في لي فيرجيتور في الفوق ديال جدرت الفخذ، في جدرت الفخذ. دونك اول حاجه خصها تعرف بان المراه فاش كتكون حامله كيكون عندنا المناعه ديالها ناقصه. دونك فاش كتكون المناعه ناقصه كتكون عندنا واحد الزوائد جلديه، الزوائد اللي تقدر يكونوا دي فيروس، دي فيروس سون دي فيروس عادي. المشكل ديالها دابا فين كاين هو انها بدات كتعفن ليها. هي حاجه وحده خاصها تعرف، هادشي نورمالمون ما تيكونش كيتشابه الخلات نهائيا. دوك هما زوائد جلديه اللي كنحيدوهم كنستأصلوهم، يا اما استئصال طبيعي بالجراحه الطبيعيه، يا اما كنحاول كنحيدوهم بلو لازر باش يكون هذاك الشيء بلو استيتيك وتجميلي وزبيون وكتخرج بلا دم بلا بونسمون بلا والو. دوك وحده في الجوج. دوك هي اول حاجه ما تخافش تمشي عند الطبيب ديالها، ما كاينش شي حاجه خايبه. دابا هي كانت رد البال بانه موضوع الخيلان دوك ممكن تكون خاله، هو غالبا هي زوائد جلديه. دونك كنمشيو تنحيدوها. المشكل شنو هو؟ انها تعفنات، تعفن غادي ناخذوا انتيبيوتيك، ناخذ دواء الميكروب، كلشي غيمشي كيرجع مزيان. من بعد كتم الاستئصال ديالها ولا كنخدموها بلو لاطا. يعني نصيحه انه تحيدها. لا تحيدها، تحيد. لا تحيدها. مشكوره دكتور ناديه، غادي نمشيو نجاوبوا سي العربي. واخا الموضوع شويه خارج الموضوع هنا الكبار ماشي مشكل. الوغ سي العربي هو اول حد الحاجه قال لك هو تبارك الله صلى عندي واحد المده كبيره هذه باش مشى عند الطبيب. فاش داز بالدم دونك الطبيب كان محق تمام، يعني كان محق بزاف باش يقول لي نحيدوها، لان هذاك الساعه غالبا ما كاينش جهاز الدغموسكوب او يلاه عاد بدا كنستعملوه. وكان حتى الخبره ولا ميتريز ديالو ما كانش بزاف، دونك كنا كنساعدو دائما باي حاجه المرئيه. كيف مثلا نقولوا كلشي دابا تعرف بان الخاله الا بدات كتغير في الحجم ديالها، تغدلات في اللون ديالها، دازت لينا بالدم ولا شي حاجه، فهي من العلامات شي حوايج خايبين دوك نحيدوها. دونك الطبيب اللي شافو في الاول كان محق مي انه التحيد. دونك كاين واحد الاحساسات بعض المرات اللي بعض المرات كيخيبوا بعض المرات كيصيبوا، لان ماشي دائما مزيان. الحمد لله دازت هاد الاعوام كاملين ما طرا والو ما حتى حاجه الحمد لله. الحمد لله من حد ربي ستر. دونك ربي ستر. دابا هو ستابل. دونك نورمالمون قد ما هو ستابل ما كي ما يخافش نهائيا. يعني حنا فاش كنشوفوا يعني كلشي ستابل بالعين المجرده، الا بغى يمشي يدير كاع واحد الفحص بالتغموسكوب كنشوفوا هذاك الشيء كامل كله يكون مزيان في امان الله. تنقول له تيبقى هذاك الشيء شخصي، شي واحد بغى يحيزولها كنزولوها، ما بغاش يزولها ما فيها حتى مشكل لا سورفيونس. مزيان. نرجعوا لذات بغيت نقولها هو كيف ما قال في الحصانه في الوجه. دونك خصوصي علاش بعض المرات كنبغيو نحيدها غير في لازون، انت عندك في هذه البلاصه ودائما كتبقى تدير، فمن الاحسن نحيد باش ترتاح وتهنا وتتفاداو مشاكل. غادي نرجعوا لاطفالنا. دائما خليتيها انا حنا الاولياء الامور كنبغيو ديما راحه وليداتنا ونخافوا عليهم لاي حاجه. افتراضا هذه الخاله ولا هذه الزبيبه ولا هذه الشامه الوليد شفناه كيحك فيها او افتراضا انه كيقشرها، كدير لنا قشيرات او طبقات، هل نبقاو عاوتاني مطمئنين ما خايفينش ولا نشوفوا شنو كاين؟ هو اي الى الوليد كان كيمس هاد الخاله ديالو بطبيعه الحال اول حاجه غادي تطرا ترى اون انفيكسيون، فهمتي؟ تعفن. هي ترى تعفن. هاد التعفن ولا بالضبط غادي نمشيو على الطبيب ديالو، لان ما نمشيش نداويه لراسي خصوصا يجع الخاله. ولكن اون جينيرال زعما الحمد لله والشكر لله بان الوليدات والاطفال ما عندناش الله يحميهم، ما عندناش مشاكل بزاف. يعني هادشي كامل اللي تيطرا اون جينيرال خاصو يمشي، خاصو يديو عند طبيب، عند طبيب الجلد، خاصو يتشاف، خاصو يتفحص. ولكن اون جينيرال ما عندناش مشاكل بزاف. غادي نمشيو للحمايه ديالنا من اشعه الشمس. هذا هو الموضوع ايضا، لانه الظرفيه تستدعي. احنا مقبلين على شهور ديال الصيف، واش الحمايه واجبه وضروريه كيف ما كنحميو البشره البالغين حتى الاطفال حتى هما؟ هذا السؤال بعد ما ناخذ مكالمه. تبارك الله عندنا امهات، ام بدر ام طه. صباح النور ام بدر. السلام عليكم بنتي. وعليكم السلام، مرحبا بك ام بدر. لاباس عليك؟ كتوحش الصوت ديالك. الله يبارك فيك. انا معاكم حتى نطلع لك في الراس. لا انا ما بغيتش نهضر معاك. مرحبا بك ام بدر. دكتوره بزاف. الله يخليك. شكرا بزاف اختي سميه، كتجيب لينا الدكاتره بعدا كيوريونا شي حوايج اللي كنكونوا غافلين عليهم. يا ربي يخليهم. شكر كبير اليوم على قبول دعوتنا. ربي يخليك. والبنيه لاباس عليها؟ الحمد لله ام بدر. كتعاونك ياك؟ هي كتقطع معاك. قولي في الشغب والروينة. وكنحيي الأمهات كلهم. أمين حبيبتي الله يحفظهم. حيت مهما كانوا وخا تيكبروا وليداتهم كيبقاو تابعينهم. باش غنسولكم، أنا الولد ديالي ماشي الكبير الوسطاني، كانت خرجت لي واحد التحيمة، أنا قلت حكيت الفخذ ديالي على الزيتونة كحلة.
قلت هذيك يمكن تحيمه ديال الزيتونه تحلى، كانت في الاول غير صغيوره خلا صغيوره وشويه بدات كتكبر. ديسو عند الطبيب، ما ديك الساعه كانت عنده يلا شي 10 سنين، ديسو عند الطبيب قال لي راه ماشي شي حاجه خايبه غير خليها. وانا دابا كنتسائل هي باقا عنده، كنتسائل واش شي حاجه زعما بغات تطور من بعد ولا تبقى مزيانه. والسؤال الثاني هو اللي بغيت نسول الدكتوره الله يجازيها بخير على هادشي ديال الجلد. بالنسبه لتحت العين كيكونوا واحد الحبيبات بيضين، واش بالنسبه للطبيب ديال الجلد ولا الطبيب ديال العينين فين زعما يلتج الانسان؟ داكوغ نجاوبك. وشكرا بزاف وصباحكم مبروك، وكنتمنى المخرج سي عبد العزيز ديال ناس تي الحبايب واخا على الراس والعينه وبارك مبروك. وانت كذلك حبيبتي شكرا لك على المكالمه. من بعد ام بدر غادي نمشي عند ام طه من طنجه، وانا ساريتك اليوم دكتور نادين عرفتي الورق المغرب كامل. ام طه السلام عليكم. صباح النور. عليكم السلام. شخبارك حبيبتي؟ لاباس عليك؟ كي دايره طنجه؟ كلشي بخير؟ لاباس الحمد لله. ايوا الحمد لله دكتوره، لاباس عليها. مالها اللي خطيك؟ ميرسي بوكو. الحمد لله. عندي اختي واحد جوج الاسئله يعطيك السر. عندي سؤال، بنتي عندها 15 سنه بدي نوض لها بحال شكل خالات ولكن طوال شويه في العنق ديالها. ما عرفتش يلا دابا شي عام دابا بداو كينوضوا لها، ما عرفتش شنو هذاك الشيء. صغيورين وطوال شويه. دونك قولي بحال زبيبات. داكوغ. غير في العنق ديالها صافي؟ ما عندها شي وحدات حدا العين، شوي غير شي وحدات قلال، ولكن في العنق غادي نو كيتزادوا. ما عرفتش دونك ما عندكمش نتوما، ما عندكمش نتوما، ما عندكش ماما هدتها عماتها؟ ما كاينش عندكم في العائله هذا الشيء؟ لا ما عندي. عندها غير في العنق ولا عندها حتى تحت الابط؟ لا غير في العنق. غير في العنق وشويه دابا حدا العمينات الدياوله. داكوغ. بزاف ماشي واحد ماشي جوج. اللون ديالهم لون كحل ماغون؟ لا ماغون. ولا لون الجلد؟ بحال لون الجلد ولكن شويه غامق شويه. داكوغ زعما اوكي واضح دكتور. وي واخا ام طه شكرا لك حبيبتي، خليك معنا في الاستماع في الراديو باش ما نطولوش عليك في التليفون، وان شاء الله الدكتور غادي يطمنك على البنيته ديالك. نمشيو عند المكالمه الاولى ياك. ام بدر. ام بدر سولت على الوليد ديالها، قالت لك عنده شامه. اكزاكتومون الشامه اللي عنده في الدات ديالو، وبحال اللي قالت لك توحمت على الزيتون. دونك اول حاجه هو العلاقه بين توحيمه وخا هي دارج عندنا بزاف، ولكن شي دراسات أكيدة ثابته ما كاينش. هادشي عندنا في المغرب خصوصا وفي العالم العربي كاين، ولكن ما عندناش شي دراسات. دونك هذه كنحطوها على جانب. الوغ هو محدو عنده في بلاصه اللي هو تتعرض فيها في الشمس. الحاجه اللي غنقول لها انه ممكن يمشي يشوف حاليا، هو دابا في المراقبه، ممكن يشوف الطبيب غير باش يقول يشوفوا وكي ناخذوا واحد الصوره بالجهاز التغموسكوب، وتتبقى عندنا في الارشيف ديالنا باش من المنطلق ديالها تنقارنوها في واحد الجلسات اخرى. ماشي من بعد عام بعد عامين بعد ثلاث سنين، ماشي مشكل. ما حدها ما كتبدلش دابا، حيت هذا الوقت تقريبا هو الوقت اللي كيتوقف النمو ديال الخلايا الجلديه، هو المراهقة لحدود الشاب البلوغ، يولي الانسان بالغ. دونك ما خصهاش مازال تزاد في الحجم ديالها، ما خصها، كنعتبروها تقريبا بحال اعتبار ديال واحد البالغ. دونك ما تبدلش في اللون ديالها، ما يدوش فيها حتى حاجه، ما طلعش فيها حتى حاجه، ما يتزادش عليها شي وحدين اخرين. دونك هادو كلهم عوامل، من الحاجه المهمه فهو الشمس، لان الوليدات تبارك الله في هاد لاج دونك تيديروا اللي في راسهم. ماشي الاستماع، زعما الامهات هي مسكينه حتى الوليد صغير، الام هي اللي كتشدو، وهي ملي غادي يديه لابلاج ولا هديه هي اللي كتكون مكلفه به وما هيقولش ليها لا. ولكن تبارك الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحاله العمريه دونك تيكون تيد نفسه وهو اللي تيشوف واش خصو يدير ليكرون ولا لا. دونك الحاجه المهمه هو ليكرون البومادات الشمس، الكريمه الواقيه اللي الشمس خصو يديرها. يعني كيف ما قلت قد ما كانت البشره بيضاء راه التعرض لانه يطرى فيها شي مشكل راه كاين. وكيف ما قلت لك ان بان الشامات الخلقيه اكثر من الشامات المكتسبه. الشامه خلقيه دابا عنده الشمس الا كان كيتعرض بها هاد الساعة ما يطرى به والو، ولكن مر مستقبلا ممكن يطرى. على الاحتياط ضروري واجب. دونك دابا هاد الساعة اللي خصنا الاحتياط اكثر. واخا الوغ نمشيو ام طه. بنيتها 15 سنه
خالات قالت على محيط العنق ومش الوحيده تبارك الله بزاف شادين على بعضياتهم. هما الشكل ديالهم غالبا هو شكل الزبيب كيف ما الدارج عندنا الخيلان كنكونوا عارفينهم. الزبيب هو اللي تيكون غادي مايل لابو اللون الجلده تقدر يكون شويه غامق عليها. هاد السقط جات في هاد في العنق وكنعرفوا بان العنق اصلا تيكون بعض مرات الناس عنده غامق عندهم شويه مقارنه مع اللون ديال الذات ديالنا. دونك ما تخافش يعني من انه خيلان لا راه ماشي خيلان غالبا يكونوا زبيبات. غير هاد الزبيب على حساب حيت حنا ممكن يكون عندنا كيغاتوز سيبوغيك ممكن يكون عندنا دي فيرو يعني اما تولال اما واحد النوع ديال الكيغاتوز سيبوغيك كيتشابهوا هادو وكنعرفوهم حنا سواء بالرؤيه المجرده سواء عن طريق الجهاز الترموسكوب. دو توت فاسون لا هادي لا هادي ماشي حاجه صعيبه بزاف غير فاش كانوا لي كيغاتوز سيبوغيك اون جينيرال كنقلبوا عاوتاني واش كاين في التاريخ العائلي كاين السكر ولا ما كاين السكر حيت بعض المرات تيقترنوا تقترن هاد الشيء هادي مع الاخرى دونك تشوف واش كاين تاريخ ديال السكر تمشي على اقرب طبيب جيدي فحص بسيط ما فيها باس فحص بسيط ما فيها باس مي كنطمئنها بانه ما كاينش شي حاجه واخا احلام سولتنا على بنتها قالت لك الله يخليك يا دكتور انا عندي خاله ماشي كحله مي حمراء عند بنتي وعندها جوج واش نخاف منهم؟ دونك الخاله الحمراء هي الوحمه دونك ما دخلتش في الخلايا ديال الخاله هي بوغي خصك غير تفسرنا مزيان حيت الخيلان راه شادين الغمقيه بالكحوله ولكن ممكن تطلع معاهم مره مره هذيك السيمه الحمراء ولا الغوزيه مي الا قالت لنا حمراء دونك حمراء دونك هذه وحمه الحمراء اللي كنعرفوها ماشي ممكن تكون لي مونجم على حساب كيف ما هضرنا في الحلقه السابقه بان خاصها تعرف فين كاينه. كاين واحد الوحمات اللي كيكون عندنا فيهم مشاكل اخرين ممكن يكون في بلايص اخرين وكاين شي وحمات اللي عندنا ما عندناش فيهم مشاكل بزاف دونك تشوف البلاصه الموقع ديالها واش بلاصه اللي باينه ولا ماشي باينه واش جايه في مثلا في الكوير شوف اللي في الراس فولا بدا كنشوفوا في الدماغ شنو فيه وهذا والا كاين فيها بزاف راه كنقلبوا على شي حاجه كبيره بزاف هي كانت مهزوزه ولا لا واش بحال فريزه ولا ماشي فريزه واش هي بلا ولا ماشي بلا دوك هادشي كامل كنعرفوه. متى هما اون جينيرال كاين العوامل الخطر اللي كنعرفوه اللي كتجي اللي كيشد مثلا في الجهاز التناسلي ولا كيجي حد العين ولا كيهز هم اللي ممكن كنعرفوا يا اما تجميليا مشكل يا اما مشكل في الوظيفه وظيفه الفم وظيفه الحلق وظيفه العين اتسيتيرا. دوك هادو هما المشاكل ما كاين حتى حاجه من هادشي. كان عندها واحد التوحيمه صغيره كاينه في شي بلاصه وصغيره كاع بزاف ماشي ما كتكبر ما والو ما عندناش مشاكل. واخ مشكوره دكتور ناديه رضوان على حضورك معنا. غادي نمشيو دابا لجزئنا ديال الحمايه من اشعه الشمس. ولدتنا واش في نفس الفكره بحكم انه تيتشربوا تيلعبوا تيحمقوا ويمشيوا البحر ويعوموا فتره طويله هل ضروري ان كما كنحرصوا انه البالغ يحمي الخاله ولا الشامه ويدير لها العنصر الوقايه حتى الاطفال تهما نفس القضيه ولا في يد الله خليتها ان الله حاميهم؟ هو واحد الحاجه هو الله الحمد لله حاميهم ولكن خصنا نعرفوا مزيان بان احنا دائما فيما كنهضروا على الاطفال وكنهضروا على الرضع كنهضروا على حمايه الشمس اكيد بدون ما كنهضروا على الخيلان. الى تزادت العامل ديال الخيلان دوك الحمايه كتكون مدوبله. دونك حنا ملي كنهضروا على ان كلشي سالم وفي يد الله تنهضروا على الحمايه قبلها صح. يعني ماشي كنطلقوا تنوصلوا عاد ما كاينش عقلها وتوكل ملي كنعقلوها كنقولوا بان الحمد لله ما يصيبهم حتى حاجه ولكن كثرت راه كيف ما كنهضر كل مره كنقول الضربات الشمسيه صح. الضربات الشمسيه لان هذه اخيب حاجه وما كتبانش في مرحله الفطوله الطفوله وما كتبانش في مرحله المراهقه حتى من بعد. دونك سي بور سيت ريزون الحمايه ضد الشمس مهمه جدا. في اي تعرض للشمس كنصحوا بانه يكون في الصباح في اولى 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 بزوغ الشمس يعني في الصباح الباكر او لا من بعد فيها اخر النهار في الشميسه كتبدا دير يعني خاص هذيك الاشعه تكون خفيفه. كيفاش غتكون هذا الواقي الشمسي؟ هذا الواقي الشمسي كنحبطوا في انه يكون مينيرال معدني خاص بالطفل خاص بالرضع كل الاج عنده يكون حامل لانديس ديال اس بي اف 50 على الاقل ولا بد هادو ما فيهمش ويكون فيه هذا يكون فيه هذاك الحمايه ديال الاشعه ا والاشعه ب بجوجهم الف وباء. الوغ من غير هذا الشيء خصو من غير الحمايه بليكرون فخاص نظاظر خاص القبعات وخاص لي تيشيرت او لي كومبينيزون اللي معروفين دابا عند الوليدات ولا ونجنبوا كيف قلنا وقت الدروه يعني ممكن الدروه راه قلنا قبل صح. في الصباح قبل العشرة وتحت اخر وما تقولوش لي راه في الماء يعني كيعوم في الماء حتى هو ما محميش لا بلاتي واحد نهضروا على هذه القضيه بعد ناخذوا فتيحه باش ما تقطعش المكالمه من تاونات نحيوا ساكنه ديال تاونات هما. فتيحه السلام عليكم. سيدة فتيحة مازال معنا فتيحة؟
يلا نتأكد واش مازال معنا المكالمة. مرحبا بكم معنا، رقمنا 0522 30 30 00 أو الرقم تاني اللي هو 0522 31 33 33. هادو ما خطوتنا، نطلبوا من الفاتحة تعاود تصل بينا لأن المكالمة انقطعت. وغادي نكملوا حديثنا مع دكتور نادية رضوان، طبيبة اختصاصية في طب الجلد. يوم تنتكلموا على الخلانة أو الشمات بالنسبة للأطفال، مدى خلينا الاهتمام، وأيضا إمتى خصنا نقلقوا، شنو مداوي الحماية، هادو كلهم أمور اللي كنناقشوها. وصلنا وي حلمة في الماء. الوغ هاد الواقية الشمسية خاصها تكون ووتر بروف ولا بالضبط. دونك علاش باش كنتفاداو كل مرة طلع من الماء طلع هاكا ووتر بروف، وكنبقاو نعاودوها كل ساعتين ولا بالضبط. يعني مقاومة الماء واخا تيعوم الوليد ما غاديش تحيد الفايده. باش هادشي باش الامهات مساكن نخففوا عليهم الحمل، وكذلك هاد المراهقين اللي ما كيبقاوش ما كيعجبهمش الحاله، يبقى يخرج ويدخل وخصو يدير لي كرون تي يتغافل عليها وبلاش كاع قرينا البرونزي ايتترا، دونك يدير دي لي زيكون ووتر بروف. واخا دكتور نادية، قرار استئصال او نحيد الشمه والخانه، هاد المرات الامهات تقول لك اختي انايا باش نتفادى هاد الشيء كامل انا في وضع ما عجبنيش ومشكل لي قلق، كل ساعه خصني نبدا نشوف باش نحيدوها. الوغ استئصال الشمه دكتور سميتي وضحكتي وي هو كنهضروا على استئصال الشمه ولا نهضروا العلاج بصفه بشكل عام. اول حاجه بعدا فاش كيكونوا الوليدات صغار فالعلاج كيكون كي كنقولوا دائما ملتي ديسيبلينير، يعني خصو يكون طبيب الجلد وخصو يكون طبيب الجراحه العامه مثلا الجراحه التجميليه. راه كنقولوا علاج ما كيكون تعفن. لا حنا ما كنهضروش على تعفن. لا لا شنو العلاج؟ كنهضر بالعلاج. لا لا ملي كنقول العلاج، العلاج يقدر يكون جراحي، يقدر يكون حاجه استئصالي، يقدر يكون فوالا. دونك باش نفهموا شنو علاش نهضروا. الوغ هذا العلاج خصو يكون فيه مثلا لو بيدياتر فاش حنا صغار. حنا دابا ملي كتسولينا هذا السؤال وانت كتفيزي ليا خاله صغيره قل من 1 سنتيمتر ولا صغيره شويه، تقدر تكون متوسطه زعما. الوغ الا كانت صغيره القضية ديالها سهلة شوية ما فيهاش المشاكل بزاف، ولكن طفل صغير ما كيلاش. انا كنفضل دائما ان اكثر اللي كيجونا مراهقين اللي ما حاملينش راسهم. كنت تنتذكر واحد الوليد كان جا عندي وانا كنت كنقلب عليه وتنقول له ما عندك والو بلدي، زعما تنقول له هي جات عنده في النيف. دونك تيقول لي انا هو تيجي وتجي مسكينه الام ديالو كتحضر كتقول لي راه خاصو يحيدها من الحيده، عنده واحد 15 عام. وتنقول له واش بغيتي تحيدها؟ انا ما كنشوف والو. دونك انا بوغ موا زعما ليزونش المستعجل ديالي راه ما كاينش، نقدروا نكملوا لا سورفيون. دونك الوليد كان مصر. من بعد كنعرف بان عنده التنمر في المدرسه. تضحكوا عليه تنمر وتنعتوه بسميه الخاله. دونك تنعتوه به. دونك هادشي علاش كان باغي يحيدها، ماشي حتى حاجه اخرى الا لهذا المشكل. دونك انا كنفضل دائما نخليو الوليدات ياخذوا لا ديسيزيون ديالهم، القرار ديالهم يكبر وياخذ لا ديسيزيون ديالو. ما تجيبوش ناس صغار باش نحيدهم. هادو فاش كنهضروا على الصغيرين او الوليدات الا كانوا صغار ما فاهمينش، عاده تيطرحوا لهاد الاسئله سر الاختلاف، علاش ماما عندي خاله هنايا ووليدات اخرين ما عندهمش. يطرح السؤال ما كيعنيش الاستئصال، تيعني بان واحد الجواب عادي هذا شنو مسرول ما فيها وهم ما فيها ضرر. اكزاكتومون دابا تنديروا الا انت مش كنهضروا على العملاقه راه شاده في الوجه، شاده في الكتف، شاده الوغ هذيك كل واحد ما نقولوش كي غير بلغا، ولكن هي بوكو ديكول كل واحد شنو تيقول في ديكول. فهمتي؟ يعني كاين اللي كنقولوا نستأصلوا، كاين اللي كنقولوا نحيدوا واحد شويه ونعاودوا ناخذوا الجلده من بلاصه لبلاصه. دونك دائما هادشي اللي تنهضروا، ما يمكنش ناخذوا القرار بوحدنا، ولكن القرار كيف ما تنقول لك تيكون من بزاف الناس، كيكون في طبيب الجلد، تيكون في طبيب الجراح التجميلي، كيكون لو بيدوبسيكياتر اوسي حتى هو كيدخل، لان كنشوفوا مدى تاثير هاد الشامه العملاقه على هاد الوليد. ولا تنهضروا على الا ما حيدناش له دابا شنو غيكون عنده تاثير مستقبليا. دوك هادشي كامل من كل حاله بوحدها، يعني ماشي هاد الطفل بحال هاد الطفل، ماشي بحال كل حاله خاصه. غادي نرجعوا لتفاصيل الجراحه ومبادئ الجراحه والاستئصال. هالامور كتكون يعني ستابل ولا لا؟ جاوبينا على هذا السؤال بعد ما نمشيو لعند اختي هند، مشكوره على المكالمه ديالها، وكذلك سي رشيد نحيو تما الناس ديال مراكش. هند السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك. اخبارك؟ لاباس عليك. قولي المنطقه فين انت يا هند؟ اقليم صفرو بني سدن. بني سدن، انتم متابعين الاقليم صفرو ياك؟ اقليم صفرو نعم. مرحبا. دحب الملوك ولا مازال؟
باقي شويه عوينات وباقي ما خرج وباقي ما بان باقي عاد كيبان العوينات. ايوا الحمد لله حبيبتي الله يسخر الامور. نتوما في طريق تازه ياك؟ على طريق تازه. نعم. منطقه جميله بزاف ياك، منطقه تبارك الله فيها الخيرات، فيها الجو نقي اللي ما عمره ما زار صراحه. بني سدن قولي لنا باش كتمتاز المنطقه؟ هي في الحقيقه ماشي شي حاجه، غير بلاد الفلاح عاديه، ماشي شي حاجه اللي كاينه فيها جديده. ما الحمد لله حبل الملوك، كاين التفاح، كاين الخوخ يمكن ياك. لا 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 بعيد حنا هذه المنطقه ديالنا ما فيهاش هكذاك، وين فيها الطبيعه؟ وين فيها الطبيعه؟ نمشيو نرتاحوا في الطبيعه. مرحبا. وفيها الناس زوينين بحال هند، هذا هو الاهم. هذا اهم حاجه. مرحبا بك يا هند، مرحبا بك حبيبتي، تفضلي السؤال ديالك. شكرا. السؤال ديالي الله يجزيك بخير، هو عندي وليد عنده خالات بزاف، هو في عمره تقريبا 10 سنين وعنده خالات كحلين في عنق، وعنده في الذات ديالو ما بين يعني تحت باطو جوج، وحده انفاس وحده. عنده شي طاشه كبيره بحال ماغون من غير هاد الخيلان الصغيورين؟ عنده وحده ماغون في الصخره ديالو. داكوغ. ما عندوش شي حبيبات ولا شي نبيبلات طالعين شويه تيكونوا مهزوزين على الجلده؟ ما كاينينش؟ لا لا، هذوك حد الان ما بانوليش. واخا قولي في التاريخ العائلي ما عندكمش هاد الشيء في العائله؟ ربما انا عندي بزاف في وجهي ولكن صغيورين ما كيبان، يعني عندي انا كأم عندي. داكوغ. شحال عنده دابا في العمر ديالو؟ 10 سنين. دابا 10 سنين كاين مزيان، النمو ديالو مزيان، ديما تديالو مزيان شويه، عنده وزن شويه، ما كيتشكل من العينين ديالو لا والو؟ لا لا، النظر ديالو أوكي. لا لا، النظر عادي. يبقاي معنا في الاستماع نجاوبك ان شاء الله. الله يجزيك بخير. شكرا. شكرا لك هند حبيبتي على المكالمه ديالك، وان شاء الله غادي نطمنوك ما يكون غير خير. واخا ندوزو ناخذو سي رشيد من مراكش. سي رشيد السلام عليكم. سي رشيد مازال معنا؟ سي رشيد يلا. سي رشيد سلام، صباح الخير، في مشيتي؟ يلا في انتظار رجعنا للمكالمه ديال سي رشيد نجاوبو هند. وي الوغ هند، الوليد ديالها عندها 10 سنين، عندها واحد الخيلان كتقول لك كاينين في العنق، كاينين في تحت البط ديالو. دونك هادو بعض المرات كتكون عندنا سوسون كنقولوا لهم بالفوكابيلار ديالهم دي لونتيجين. دونك هاد لي لونتيجين تيكونوا في هاد البلايص، وكيتزاد عليهم واحد الطاشه اللي ماغون اللي كتسمى عندنا هنا كافي اولي. كيف ما قالتها، قالت لك عنده واحد الطاشه شويه ماغون كبيره، وعندها هذيك هاد النقيطات. دونك ممكن تكون داخله في لي نوغو فيبروماتوز، وهاد لي هاد المرض اللي كيكون يقدر يمس غير الجلده صافي. تيكون عندنا هاد لي لونتيجين بحال خالات صغيورين، كيكون عندنا في العنق، تيكون عندنا في التنيات في الابط، ولا في التنيات العانه. دونك تيقدر يكون، وتيكون عندنا واحد لي ديتاش كيف ما كنقولوا طاشه ديال بحال حليب وقهوه اللي كيكونوا شويه كبيولين. هنا كنخصنا نعرفوا، غير نشوفوا التاريخ ديالنا العائلي واش عندنا نفس المشكل، كان في شي بلاصه وداك الشيء. تمشي عند طبيب الجلد باش يفحصهم ويأكد ولا ينفي هاد زعما التشخيص. ومن بعد الا كان شي تشخيص يعني هو قريب لهاد التشخيص، بحال حنا كنعرفوا حكينا ريكلينغ هاوسن ولي زوطخ نوغو فيبوماتوز، هادو كلهم بعض المرات تيكون عندنا مشاكل اخرين، مثلا في العظام، مشاكل اخرين في النظر، مشاكل اخرين في لوتوب ديجيستيف. تيكونوا هاد لي نوغو فيبوم تيكونوا في هاد البلايص مخبيين. ودونك يقدروا يبانوا لنا من بعد مع الوقت ومع الاخر. ممكن عاوتاني يكون عندنا مثلا لي نيفوس دو سبيدز اللي معروفين، هو تتكون هي طاشه اصلا مارو، تتكون فوق منها منتورين هذاك الخالات الصغيورين، وهذا نورمالمون ما فيش مشاكل بزاف، ما كتعرض لنا حتى حاجه، غير هو الموقع ديالو اون جينيرال ما تيكون في التنايات، تكون في بلايص اخرين اللي باينين وواضحين، ما تيكونوش في التنايات. دونك من الاحسن تمشي عند الطبيب الجلد، لا الاولى لا الثانيه، ماشي شي حاجه صعيبه. مي من الاحسن ملي كنشخصوا المرض وتنعرفوا، ما كنبقاوش دائما مهوسين شنو عندك، في واحد النهار يطرى بينا شي مشكل. دونك تمشي عند الطبيب ديالها، الطبيب الجلدي، وغادي ان شاء الله يجعل لها خير. نتمنوا هند سمعت الجواب، وقلنا التشخيص ما فيه ضرر، الواحد غير يرتاح ويطمئن. التشخيص مزيان دائما، واحد ملي تيمشي عند الطبيب مزيان، سورتو افيك لو ديغموسكوب، شحال هذيك كنا مضطرين نديرو الخزعه الجلديه، دابا الحمد لله كاين لو ديغموسكوب، سهل الامور، تنسهل علينا الامور. صح. غادي نمشيو مسافه شويه بعيده، ولكن بالمحبه غنقربوا اكثر. مرحبا. وجده، نمشيو عند فاتحه من وجده. السلام عليكم فاتحه.
أي والله وحشونا الحبايب. شكون في حالك أختي كيغنيو ليك مستمعين جاولي تغنوا علينا. لا فتيحة ليك وحشة كبيرة حبيبتي، مرحبا بك. راكي في القلب ربي يخليك وانتم كثر. نحيي الدكتورة وسي عبد العزيز، حسن الاستقبال وكل التقنيين والمخرجين وكل مجموعة ديال ام اف ام وكل فتيحة. وهي كنتي لاباس عليك؟ صحتك العائلة كلشي مزيان؟ ملي كنصبحوا كنقول الحمد لله، كنولي تعطينا واحد الطاقة. الحمد لله الحمد لله لك، اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. تفضلي فتيحة، شو السؤال؟ بغيت غير نقول هذا انا يعني هذوك اللي هاد الاطفال اللي يجيهم هكا يعني بالتجربه بيطاش ولا هكا، يعني كنا نديروا، انا كنت ندير لوليداتي هذاك زيت اللوز وزيت الزيتون البكر، هذه مي يكونوا كاع صغار مي تكون فوق التقماط هذا. ولكن انا في الاخير اكتشفت ما كان ما كانش انا نديروا، ولكن بقيت نديروا داك زيت جوز يعني تاع الكوك ديال الهند، جوز الهند ولكن يقلبوا عليه هذاك الاصلي. يعني انا شريته من هنا وخاص صيدليات، ولكن يشوفوا هذوك تحب اللي كيديروا جمعيه اللي كيصايبوهم تعاونيات وداك الشيء تعاونيات هذاك. ولكن كاين في دي فارماسيون، انا كي جربت هكا اصلي اللي يكون واخا يكون شويه زايد الثمن، وهي هذه دير غير واحد شويه هو يكون اللون ديالو بيض بزاف هذاك واعر الجلد وتدهني. انايا كنت كندير ليكرون ولكن في هذا المشتى، ولكن ما نعرف انا المهم انا جو سوي بلوند، ولكن وكنت ندير لابو ديالي هاد جوز الهند لقيت عليه واعر، كانت ناط لي واحد ما عرفوش غراند بوت، المهم واحد شي حاجه هكا كحله ما جايش جايه مزيانه في وجهي. ولكن انا بقيت كندير هاد جوز الهند جوز الهند والله الا مشات لي، وكتعطي واحد اللمعه واحد، وكنت كنخرج به وكتعرض اشعه الشمس كتخرجي به والله الا كنخرج به لحد الان. وكان تهنو الو والسؤال شنو سؤال يعني واش هو صحي؟ انا على حساب لابو ديالي عندي لابو ميكس، وقلت لي زعما استحسان، ولكن وكنديرو في الدار هي السيده حتى لا ما خرجت به ديال ليكرون ديال ليكرون. ولكن مهم هو مداومه للبشره. انا هذه نصيحه لكل سيده تبرع راسها جوز الهند تقلب عليه داك الاصلي وديروا الجسم ديالها وزيت اللوز البكر. واخا اذا انت ما عندكش سؤال ديال الخالات والشامات عندك فلويد زوج وين بزاف. انا مي لقيتو بعدا مزيان ليا بغيت نعطيه كيما نبغي نفسي نبغي نعطيه بزاف. صح الله يعطيك الخير فتيحه مرحبا. وانت كذلك حبيبتي شكرا ليك فتيحه المكالمه ديالك. اكيد ما غاديش نختلفوا، زيوت طبيعيه زوينه دابا كتدخل في المستحضرات ديال الكريمات اللي كنوصوا بهم في على التجاعيد على نضاره البشره ديالنا. هادي هادشي ما كنختلفوش به، كيبقى دائما ملي كناخذوهم من الكريمات انا كنفضل دائما الحاجه الطبيعيه هي معلاش لا، ولكن ملي ما كنعرفوش لي دوز ديالها كنحبطوا انه ناخذوها في كريمه اللي مقاده لي دوز كلهم مقادين النسب مقادين، دونك كيكون عندنا كنرتاح كنحسوا بالارتياح اكثر وتيكون فيها كذلك واحد داك الشيء الحافظه اللي كتخولينا بانها كنقدروا نحفظوها في واحد الوقت كبير بزاف، ماشي ملي كناخذوها ناتشورال ما كنعرفوش فين نحطوها وفين نحفظوها وامتى خسرات وامتى حنا مازال كنحطوها. وهي ركزات فتيحه لا تكون مصدر موثوق. قد يدير انه كديرها وتعرض للشمس، انا هذه النقطه اللي بغيتك تفكر فيها. لا نهائيا غادي تبغونزي سي طافي نورمال. وي هي بيضاء كتقول لك انا بلقى بس سي طافي نورمال ما يطرا بك والو، ولكن راه المشاكل انه تعرضي على شي حوايج اخرين. دونك كنعرفوا الناس البلقين راه كيمشيو للشميشه يجلس النهار كامل يلاه تيحمروا تيحمروا، دونك سي طافي نورمال. هي دوا فيغ اتونسيون بوكو حيت هي انت بلقى دونك ما سكيش تنساي لا كريم الواقي ولا بد ما الا درتها شي وحده اللي هذا غادي تبرونزي. مي هذاك البرونزا سي ني كون كون بروتيكسيون اون ديفونس يعني باش ما ديرش واحد سرطان. صح للامانه غير زيت الكوك خطير للشعر صراحه، انا هذه مجربه هذه واعر. يلا وفاء من مكناه. السلام عليكم وفاء. وعليكم السلام ورحمه الله. صباح النور مرحبا بك. صباح الخير بارك الله فيك اختي. تفضلي وفاء مرحبا بك، شو السؤال ديالك؟ اختي عندي واحد السؤال على الخالات، ماشي الدراري الصغار ولكن انا. مرحبا 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 وفاء. انا عندي الخالات بزاف في الصحه ديالي، ولكن عندي واحد جوج خالات مبرطين لي وحده في كرشي وحده عندي في بلاصه ليهونش. داكوغ. هذيك اللي في كرشي مره مره تتخرج شي حاجه بحال الدم يابس. ما تضرني ما والو، ولكن هذيك اللي في بلاصه ليهونش كتسيل. داكوغ، عمرك مشيتي عند الطبيب جلد؟
مشيت واحد المره عند واحد الطبيبه وريتها لها كلشي، عطاتني واحد البوماده وقلت لها راه كتحرقني رجلي كامله فاش كتبدا تسير، كتبدا تضرني رجلي كلها. وعطاتني واحد القلبات قالت لي باش نمدو عليك الحريق. مشيتي عند طبيبه جلديه؟ دابا حنا كنهضروا على طبيبه جلديه ياك؟ لا ماشي جلديه، هي الطب العام. داك. ودابا دابا عندي نفس المشكل دابا شي 3 ايام وانا شعلت صباح الراديو سمعتكم وقلت والله حتى نشارك نشوف شنو غادي تقول لي الطبيبه. الوغ قعد وفاء، اول حاجه بين كنهضروا على الخيلان كنهضروا على طبيب جلدي وكنهضري على جوج حوايج، طبيب جلدي وكنهضروا على ديغموسكوب، واحد الجهاز باش كنقلبوا هاد الخيلان وكنشوفوا اشنو كاين. داكوغ، دونك ما حدهم كيسيلو، وحنا كنعرفوا بان الناس البالغين فاي خاله اول حاجه اشنو خصها؟ الحاجه الاولى هو انها ما خصهاش تكبر، ثاني حاجه انها ما خصهاش تعي تبدل المظهر ديالها، ما تدوش في الدم، ما تكونش مقشره ما والو، دونك ما توليش كضر. هادو كلهم من العلامات اللي كيبينوا لنا بانها راه هاد الخاله بدات كتحول لشي حوايج اللي ممكن يكونوا شي حاجه خايبه. دونك اول حاجه غادي ديرها غادي تمشي عند طبيب جلدي، هادي يقلبك هو اللي يقدر يقول لك شنو كاين. دونك هاد العلامات ديالك علامات ماشي زوينين، ولكن خصك تمشي، يعني ما تبقايش تسناي مزال، خصك تمشي عند طبيب جلدي يقلبها لك. وإلا كانت في شي بلاصه الحقيقه، الا كانت في شي بلاصه ديال شي موضع ديال الاحتكاك، يعني مثلا هذيك اللي في لونش كتجي عليها لا سانتور كتجي عليها الحزام، اولا هذيك اللي في الكرش شي شويه ما كيقيسهاش، هابطه شي شويه المهم ما كيقيسهاش، ولكن هي اكثريه فاش كنحس بها في الحريق بزاف اكثريه فاش كنمشي للحمام. دونك تحكيها ممكن تجي تضر. دونك سي تو طافي نورمال، لان الخيلان ما خصهم كي كنقول لك الاحتكاك، دونك هذا الاحتكاك ديجا هو هذاك كتحكيها فهمتي بالكيس الحمام وداك الشيء، دونك هادو كلهم هذا الشيء ما خصوش يكون. دونك من الاحسن تمشي عند طبيب جلدي من الاحسن باش نطمئنوا. الله يعطيك الخير وفاء، هادشي اللي قلتي ما زعما الاستئصال ديالهم في هذاك البلايص ما فيهم حتى مشكل، من الاحسن الا كيديروا هاد المشاكل كنستأصلوهم وكنهنيو الوسط وارتاحي. مشكوره وفاء على المكالمه حبيبتي، نتمنى نكونوا الدكتور طمناتك. مرحبا بك حبيبتي، مرحبا بك، فيها خير، جات فيها خير مزيان. حنا هدفنا هو التوعيه، ماشي نخلعوكم ولا نهولوكم، ولكن باش ترتاحي اكثر وتطمئني اكثر. دكتور ناديه رضوان، انا كنحييك حبيبتي على حضورك معنا، صراحه الموضوع كان ممتع. الخلاصه اللي غنخرجوا بها بهذا الموضوع هو انه الحمد لله ما كاينش دواعي قلق بالنسبه للاطفال بحال كيف ما حنا الكبار. هذا هو المهم. الوغ دونك دواعي القلق عند الاطفال ما كاينش بزاف، عوامل الخطر خصنا نعرفوا. عوامل الخطر هي ان تكون هاد الخاله تكون خاله عملاقه، وملي كنقولوا خاله عملاقه كبر من 20 سنتيم. من العوامل الخطر انها تكون كبيره عندهم العدد بزاف فايته 50 خاله. من العوامل الخطر انه يكون عندنا واحد التاريخ عائلي ديال الميلانوما، سرطان جلد الميلانوما. دونك هادو هما عوامل الخطر. دونك اش كيبقى؟ الحمد لله والشكر لان الوليدات يعني لا سورفيانس ديالهم المراقبه ديالهم بين مرحله الطفوله وبين مرحله المراهقه الحمد لله ما تيتبينش عندنا بان هناك تيطفلوا باولينا تيتطوروا عندنا سرطانات الجلديه، ولكن كنعرفوا بان راه جميع الضربات الشمسيه اللي كتكون في خصوصا في مرحله الطفوله والمراهقه هي اللي كتسبب لنا عند على ميلانوما عند الشخص البالغ. هذاك الشخص البالغ هو اللي كانت عنده هذيك الخاله فاش كان صغير، وفاش كان صغير تعرض لضربات شمسيه فهو عنده لو ريسك باش يديفلوبي الميلانوما اكثر. الو حمي وليداتكم في هذه الفتره ديال الصيف، الا كنتو غادي تمشيو تستمتعوا ما فيها باس نديروا الكريم الواقي ياك. كاين انواع كثيره وكاين اللي عمليه اكثر، انت شرحتيها ياك، مقاومه للماء، وكنا كنكونوا مطمئنين ومرتاحين ان شاء الله باذن الله وندوزوا عطله سعيده. هادشي اللي نتمناو. مشكوره دكتور ناديه، واكيد ما كنقولوا تخصص ديال طب الجلد، ان شاء الله غتكون حاضره معنا طوال هاد الحلقات اللي غادي تجي باذن الله باش تنورنا اكثر، لا الاطفال ولا البالغين، باش نقضيوا اجواء ممتعه. تحيه كبيره للمستمعين ديالنا، في امان الله دكتور، وبداية أسبوع موفقة للجميع.